هي دي ريكورد يا باشمهندس صح؟ بتبقى موجودة على الجروب. طيب اوكي الصوت كده واضح يا باشمهندس؟ باشمهندس تمام يا باشمهندس، واضح. احنا تمام ممكن نبدأ. اوكي السكرين واضحة برضو معاكم كله تمام. اوكي طيب أول ما تقول لي كده نبدأ قول لي تمام، ممكن نبدأ حضرتك. تمام أوكي أول حاجة السلام عليكم كده وربنا إن شاء الله بإذن الله يجعل كده السنة دي سنة سعيدة علينا كلنا يا رب وطبعا أنا سعيدة بدعوتكم وأتمنى إن أنا أفيدكم المحاضرة دي إن شاء الله. بداية إحنا هنتكلم عن إيه؟ إحنا هكلمكم المحاضرة دي من المنظور العملي، تمام؟ بمعنى إني أنا بنقل لك خبرة معينة علشان تفيدك في المجال بتاع الانتيريور ديزاين بشكل عام يبقى عندك قواعد أساسية تنطلق منها. فخليني أقول لكم كده أول حاجة حابة أتكلم عنها من وجهة نظري أنا بشوف إن النجاح بشكل عام إن أنت تبقى ناجح بشكل عام يعني من وجهة نظري في رؤيتين ممكن ألخصهم في رؤيتين في نجاح سريع وسهل وبطريقة متكررة وبطريقة إني أنا ما بعملش حاجة متعوب عليها وده كلنا عارفينه لحظة واحدة إني أنا ما بعملش بس أوكي وده أكيد كلنا عارفينه وبنشوفه تمام وما أعتقدش إن أي حد أو النسبة الأكبر من اللي بيتخصصوا في الانتيريور ديزاين هيكونوا عايزين النوع ده من النجاح. خليني أقول لك المنظور التاني أو وجهة نظري التانية إن أنت تكون ناجح ببصمتك لأن أي إنسان في الدنيا ليه هو واحد بس هو أنت واحد بس فأنت أكيد ليك بصمة هتكتشفها وأنت شغال وهتقدر إن أنت تعرف هي إيه وتنميها فالفيلد بتاع الانتيريور ديزاين أنا بشوف إن أنت تقدر تكون ناجح فيه بس وتقدر تعمل لك بصمة بس بالمنظور التاني اللي هو بيبقى جهد دراسة دائمة متابعة دائمة رغبة في إن أنت ما تكونش بتكرر نفسك يعني تخيل لما أنت تكون حابب شغلك
لدرجة إن أنا ممكن يجي لي كلاينت عندي في المكتب، وده حصل، يقول لي مثلا، أو تقول خصوصا الستات طبعا، تقول لي مثلا أنا الفيلا دي مهووسة بيها، أنا عايزة أعمل زيها بالظبط، أو الحيطة دي عايزة أعمل زيها. أنا شخصيا ما بحبش أكرر نفسي، فإن أنت تكون حابب تختلف وتتفوق على نفسك وتشوف الناس كلها بتعمل إيه وتتعلم من ده ومن ده ومن ده وتختلف، هو ده النجاح الحقيقي، وهي دي البصمة الحقيقية في أي فيلم. فخليني أقول لك إن أي بصمة بتيجي بعد مجهود وتعب وتركيز. طيب إحنا النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن إزاي تعمل ديزاين، يعني هديك شوية أسس إزاي تقدر تعمل ديزاين بشكل عام، الديزاين ده يكون فعلا ناجح، وإزاي تقدر إن أنت تخرج الديزاين ده لما تيجي تبص أنت شخصيا، تحكم على نفسك وتبص للنتيجة وللتنفيذ، تقول آه لا، ده أنا نجحت إن أنا أحقق الديزاين اللي هو يعتبر خيال في الأول وفي الآخر. طيب لو أنا بكلمك عن أسس نجاح، أي طبعا إحنا ده أنا بس يعني انطلقت شوية، إحنا السيكريتس للديزاين والتنفيذ، ديزاين اند امبلمنتيشن، تمام، واتكلمنا على النقطة من وجهة نظري اللي أنا بربطها بالفيلد بتاع النجاح، وإن أنت لازم تكون معتقد في نفسك علشان تتميز أو يبقى ليك بصمة، عشان تلاقي في يوم من الأيام إن الناس جاية لك، الناس عايزاك أنت تعمل لهم بيتهم. ليه؟ مش علشان أنت بتقدم ميزة تنافسية في سعر، ولا علشان أنت أفيلبل، لا، علشان أنت متميز، فده النجاح. طيب انا لو انا بكلمك او انا عايزه اقول لك كده وانت لسه بتبدأ حياتك، يا ترى ايه اسس نجاح اي تصميم؟ طيب انا من وجهة نظري كواقع عملي، التصميم هيكون معتمد على 3 اسس. لو انا جيت اقول لك طبيعي انا بعمل ديزاين لمين؟ بعمل ديزاين لكلاينت. طيب الكلاينت ده محتاج ايه؟ محتاج عنده نيدز وعنده احتياجات وعنده احلام وليه شخصيه معينه، الشخصيه دي انت لازم تبقى فاهمها ودارسها وتقعد معاه وتعرفه، وهنتكلم في النقطه دي بس. لكن انا بتكلم في اسس التصميم اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا جالي كلاينت، طيب الكلاينت ده عايزه احقق له النيدز بتاعته، انا عايزه احقق له النيدز بتاعته، طب احقق النيدز دي بس ولا وزن البادجت اللي هو محددها. فانا عندي 3 محددات، ال3 محددات دول لو اتعملوا بشكل سليم انت كده خرجت تصميم سليم الى قدر كبير، طبعا مع وجود عوامل تانية. انا بكلمك من الناحية ان انا بنفذ التصميم بقدر كبير هتقدر تنفذه. فلو انا ابتديت ان انا اول حاجة كده، انت بتقعد مع كلاينت، بيجي لك الكلاينت تقعد معاه، لازم انت الكلاينت ده بتفهمه، بتفهم احتياجاته، بتفهم متطلباته، بتسمع منه، بتكون يعني جود ليسنر، يعني انت لازم تسمع له بشكل كويس جدا، حتى لو هو كلامه اللي بيقوله ده مش منطقي، او انت شايف ان الكلام ده مش قابل للتنفيذ او لا، اسمعه، تمام. وخلي بالك الفهم الجيد لشخصية العميل ده قاعدة أساسية من قواعد إن أنت هتطلع ديزاين صح. ليه؟ لأن أنت فهمت شخصيته، ففهمت النيدز بتاعته، ففهمت احتياجاته، فطلعت له ديزاين وافق عليه وعجبه. طيب مش بس كده، فين بقى الماركت؟ وفين الماتيريالز؟ وفين البرايسز؟ وفين الميزانية؟ فالخلطة دي كلها هي اللي أنت لازم تكون مايسترو فيها. يعني ايه مايسترو فيها؟ يعني انت اللي بتقود الرحله دي من البدايه، بتوجه الكلاينت ليه؟ والله انت عايز تحقق الستايل ده، طب انت الميزانيه بتاعتك ايه؟ طب انت خاماتك، طب ايه رايك نعمل الخامه دي والخامه دي والخامه دي؟ هدفك وهدف واحد بس، انت هدفك اكبر، هدفك اكبر ان انت تنجح في انك تعمل له تصميم يوافق عليه ويعجبه. وخد بالك من نقطه مهمه قوي قوي، هو ليه العميل او بعض العملاء لما بيتعملوا ديزاين صح
وبيبقى عاجبه ما بيرضاش يعدل فيه. حتة التعديلات اللي بتجنن ناس كتيرة قوي، اللي هو أنا عملت تصميم وعدلت وعدلت وعدلت، مرات العميل والقصص اللي بنسمعها دي. لو أنا رجعت، الحمد لله، لو أنا رجعت لك القاعدة الأساسية، أو لك إيه السيكريت الكبير قوي إن أنت ما تعدلش في الديزاين، والنجاح الكبير قوي، افهم وادي وقت إنك تدرس وتفهم الشخصية اللي قدامك. فهمتها وعرفتها وعرفت احتياجاتها، هتقدر تطلع ديزاين هيشوفه هيقول لك انا مش انا تمام. ومش بس كده، طب انت وانت ماشي بتنفذ لقيت ان هو جه عايز يعدل المره دي، ولا انا رحت شفت عند بيت مش عارف واحد صاحبي لقيته عامل ايه، طب ايه رايك ما ترسمه لي كده بسرعه ونعمله؟ ده انا وانا معديه امبارح شفت في مطعم الفلاني كذا، طب ما ايه رايكم ما تيجوا نعمله، وريهولي بس يا باشمهندس بسرعه. الكلام ده كله ها مش هيحصل لو انت ناجح في الحته دي. ولو انا قلت لك ان انت تحدد ان انت ناجح او لا، هي النقطه دي نقطه مهمه قوي. انت هتبقى عامل ديزاين غير قابل لان العميل يقعد يعدل ويغير ويعدل ويغير، لا انت كده 100% فعلا هو موافق عليه، انت قدرت تفهمه وتحقق له الميكس. تعالى بقى النقطه مهمة قوي 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 قوي، تمام؟ إن أنت تكون قادر موظف التصميم ده بشكل سليم كنسب وكمقاسات وكماتيريال في الفراغ. يعني إيه؟ يعني لو أنا جيت، طبعا هنا أنت في الأول يعني لو قلت لكم كده شورت ستوري سريعة، جالك عميل وده خليني أفترض معاك ده أول مشروع ليك، تعمل إيه؟ يعني أنا بكلم طلبة الفريش جراديو، تعمل إيه؟ أولاً خلي عندك ثقة، ها، إن أنت أول مشروع ده هتديله اهتمام كبير جداً جداً جداً. وعلى فكرة لما تكبر وتنجح وتتطور هتلاقي لو أنت شخص دؤوب وعايز تنجح وعايز دايماً تفضل عامل بصمة، هتلاقيك مدي اهتمام لأي مشروع بيجي لك زي أول مشروع، زي اهتمامك بأول مشروع. فخليني أقول لك، أنت جالك كلاينت، فاحنا قلنا اول حاجه انت بتقعد مع الكلاينت ده بتفهم، وربنا يبعد عنكم الكلاينت المتردد لان ده ملوش علاج بصراحه. فلو جالك كلاينت عارف هو عايز ايه، بتبدا ان انت والله تبدا تشوف ستايلاته، تبدا تشوف كل النيدز بتاعته وكل اللي عايزه، حتى لو بيقول لك حاجه مش منطقيه اسمع وسجل وشوف. طيب هقول لك يعني نقطة هنا، ويعني إيه دي جت بعد سنين خبرة وشغل. أنت لما أنت بتتفرج الكلاينت ده بيقول لك، لو الكلاينت قال لك وريني أنت عندك إيه عشان أنا أختار منه، قول له لأ. أنت حضرتك يعني كصاحب بيت، أنت قول لي أنت عايز بيتك يبقى شكله إيه، ويبدأ يوريك بعض الصور وبعض الستايلز، تمام؟ هو يكون جمعها وعملها ووريها لك. طب ليه؟ لاني انا ما ينفعش ان انا اوري لحد unlimited choices، ما يمكن ال unlimited او ال 1000 choice او ال 500 choice ده هو مش عاجبه غير واحد. طب ما انت اللي تبدا تجمع انت عايز ايه وستايلات وي وي وي، حتى سواء الكلام ده هينفع مش هينفع، سواء الكلام ده هيناسب المساحه مش هيناسب المساحه، انا دوري ونجاحي ان انا اوظف لك ده في المساحه بالبادجت، تمام؟ ان انا اترجم ده كله في ديزاين انت تبقى موافق عليه، تمام؟ لو انا جيت طبعا وفي ظل تغييرات الاسعار دي والماتيريالز، انت لازم تكون اي حاجه بتعملها في الديزاين تكون قادر تفهم، تمام؟ ان الماتيريال اللي انا هحطها في الديزاين هلاقيها في الحقيقه. معلش ما ينفعش اني انا كديزاينر وحد فاهم شغله وي 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 احط ديزاين يعجب العميل ويقول لك جميل جدا وعجبني قوي وموافق عليه والبادجت معاك اهي اشتغل، وتيجي ما تعرفش تنفذ، او تيجي ما تعرفش تحقق اللون ده، او تيجي ما تعرفش تحقق الماتيريال دي مع العلاقه دي، تلاقي العلاقتين دول مع بعض ضربوا مع بعض في الحقيقه. الله، طب هو ليه؟ طب ما هو كان في الديزاين حلو. كان في الديزاين حلو لأن الديزاين أحيانا كتير ما بيبقاش واقعي.
فبرضو من النصايح اللي انا بنصحها لاي يعني فريش جراديوت او لسه ستيل طالب في السنوات النهائيه، ابعد عن ان انت تويست مجهود وافورت في ان انت تطلع ديزاين مش واقعي. يعني ايه مش واقعي؟ يعني انت لازم تاخد بالك كويس قوي من النسب، لازم تاخد بالك كويس قوي من علاقات الماتيريال ونقلة العلاقات. يعني انا دايما بحس ان هو انت بتعزف في السيمفونية، السيمفونية دي يعني انا لو انا عايزة اميكس اكتر من ماتيريال مع بعض، طب علاقة الماتيريال دي بدي ايه؟ طب نقلة الماتيريال دي من دي لايه؟ طب في الواقع في ال 3 دي ماكس سهل ان انا ارص خامات وسهل ان انا اخد ماتيريالز جنب بعضها، بس انت في الواقع عارف، شفت الماتيريال مسكتها بايدك لمستها، وهنا بقول لك انزل بص كتير، غذي عينك، غذي عينك كويس قوي، اتفرج على الماتيريالز، بص كتير جدا تمام، وشوف الماتيريال دي تركيبها بيبقى ازاي، علاقتها مع الماتيريال دي ازاي، كل التفاصيل عشان ما تقعش في النقطة دي، ما تقعش ان انت تبقى مقدم ديزاين جالك عميل والعميل موافق على الديزاين بتاعك، ودي نقطة صعبة، وافق واقتنع، وافق على الديزاين واداك البادجت اللي تنفذ له بيه وانت مش عارف تنفذ. دي بقى عشان ما تقعش في النقطة دي تمام، وناس كتير بيقعوا فيها للأسف، انت لازم تكون عندك الخبرة الكافية وتبص كويس جدا على الماتيريال وتذاكر الماتيريال. ليه؟ علشان انت افرض ان انت عامل في الديزاين حاجه معينه وما لقيتش الماتيريال دي وقت التنفيذ، انا بقع في الحاجات دي ساعات احيانا كتير تمام. بعمل ايه؟ عندي بديل اول واثنين وثلاثه، انا ممكن كمان ما ارجعش للعميل من كتر ما انا ببقى فاهمه وعارفه وخلاص يعني خبرتي، وقادره اعرف ان الماتيريال دي هتديني النتيجه دي، طب دي مش موجوده هروح للماتيريال دي هقطعها بالنسبه دي، النسبه خدوا بالكم من النسبة. وهنا أنا بتكلم على طبعا نقطة التصميم المبهر اللي طلبة كتير ويعني فريش جرادويت كتير بيبذلوا مجهود فيها، بشكل أنا نفسي ببقى يعني بالعكس، أنا ساعات بشوف صور مبهرة، الصور دي مش هتتحقق في الواقع. ليه؟ لأنها مش طبيعية، يعني مش منطقية، مش ريل، إلا لو أنت شغال في مجال سينمائي بقى وعايز تعمل حاجة يعني واو بشكل خداعي، لكن تصميم يعني أقرب للواقع، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. تصميم يعني أقرب من الواقع، يعني أنا وأنا بحط الماتيريال فاهم كويس قوي الخامة دي جنب الخامة دي، طب هل الخامة دي ليها مثلا ثيكنس، طب هل الخامة دي بتحتاج تركيب دايركت، بتحتاج تركب على إيه، طب نسبة الخامة دي هقطعها إزاي، طب لو أنا بحط خشب مع رخام، طب العوامل التمدد، طب انا هراعي الفرق بين الخشب وبين الرخام، طب هربط بينهم ازاي؟ ففي حاجات كتيره جدا لازم ان احنا ناخد بالنا. وانا لو انا بتكلم هنا، بتكلم معاك هنا في النقطه بتاعه يعني هقول لك ايه كده، النسب، لو انا هقول لك اديك نصيحه واحده هختصر كلامي في حاجه، ايه اهم حاجه تاخد بالك منها؟ النسب. النسب يعني ايه النسب؟ يعني النسبه بتاعه التصميم، لو انا عندي حيطه جميله في تصميم، النسبه بتاعه التصميم ده، نسبه المقاسات، نسبه الماتيريالز اللي جنب بعضها، العلاقات دي، التصميم هنا حلو، طب ليه الواقع هنا مش حلو؟ عشان انت ممكن تكون نفذته بمقاسات مختلفه ما قدرتش تحقق نفس النسبه، فبالتالي الشكل اختلف. طب ليه الشكل اختلف؟ ما هي نفس الخامات. لا، علشان الحيطه دي حلوه قوي، علشان انا مديه النسبه دي هي النسبه الاكبر، واخده الاريحيه، الارك ده مظبوط، المقاسات نفسها واخده راحه، الباترن ما اتضغطتش، حتى الكالر باليت اللي احنا بنتكلم فيها برضو. فالحاجات دي كلها مهمه جدا. لو انا يعني هقول لك خد بالك اكتر حاجه من ايه، خد بالك من النسب وانت بترسم الديزاين. برضه هقول لك تريكة تانية كده وانت بترسم الديزاين. وانت بترسم الديزاين، ها، انت لازم تاخد بالك، انا مثلا بعمل تجاليد خشب في الجزء ده 50 سم، انت لازم تكون فاهم ان ال 50 سم بالستريبس، بالستايل، الستريبات اللي انت عاملها، لو الستريبات 2 سم 2 سم الفاصل بتاعهم سنتي، هو طالع حلو هنا، ما ينفعش تروح الموقع تنفذ الستريبات 4 5 سم والفاصل بينهم 2 سم، وديت الشكل في حتة تاني خالص.
اقل التفاصيل اللي في الديزاين طالما انت عملتها ورسمتها لازم تكون واخد بالك منها ومركز فيها جدا، لان هو ده الشكل. هو يعني ايه شكل جميل او تصميم جميل؟ هو التصميم الجميل مش حاجه واحده، هي عده عوامل. هتلاقي الماتيريال، هتلاقي الاضاءه، هتلاقي النسبه، ودي طبعا اهم حاجه، هتلاقي الالوان، هتلاقي حتى الكرسي اللي محطوط بالشكل ده مع الحيطه دي مع اللمبادير دي. فتجميعه كل التفاصيل اللي في التصميم خرجت لك حاجه حلوه في الاخر. فلما تكون بتعمل ديزاين خد بالك من العناصر اللي انت مستخدمها في الفراغ، خد بالك من النسب، خد بالك تكون فاهم انت بترسم ايه، الماتيريال فاهم هنفذها ازاي. انا بشوف يعني باي زوايا، يعني بشوف بعض التصميمات حاجات ساعات احيانا الاقي مثلا بوست ديزاين ده جميل حلو وتحفه ورائع وي وي يا جماعه، ده يعني ساعات ببقى عايزه اقول هو ده ما يتنفذش ببساطه. يعني انا ممكن ابص مثلا لارتفاع، مثلا لو حمام تلاقيني ابص على ارتفاع مثلا السيفون الدفن الجلسه، ارتفاع الحوض، ارتفاع الباب، اقارن مقاسات ثابته، اقارن مقاسات ستاندرد، انا عارفه دي ايه، بعيني كده اقدر اقول لا ده اصلا مش هيطلع بالشكل ده. ليه؟ لان النسب المقاسات هتتغير في الواقع. طب هتتغير ليه؟ لان المقاسات اللي في التصميم غلط. بالتالي هو حلو كده وشكله حلو كده عشان المقاسات في التصميم مش صح، مش اكيوريت. فعمر ده ما هيتحقق في الحقيقه. خلي بالك احنا في اوقات وهنتكلم عن الحاجات دي هقول لك تعمل ايه. انت ممكن تكون راسم ديزاين مظبوط وي وي وتيجي في وقت تلاقي ماتيريال مش متوفره. فهقول لك برضو النقطه دي في القدام. انا هنا عايزه اقول لك نقط معينه لو انت رايح اول مره بتعمل انتيرير ديزاين. ها طبيعي ان انت بتروح اول حاجه بترفع مقاسات البيت. طيب احنا بنروح نرفع مقاسات البيت لازم ترفعها بشكل دقيق، تبص على التغذيه اللي موجوده اللي داخله لك اماكنها، تمام، تبص على الصرف الموجود في الحمامات، تبص على اماكن التكييفات علشان ما نرسمش حاجه في الخيال ونلاقي الكومباوند مانع ان انا احط التكييف هنا، فاضطر اغير مكان التكييف فاوديه في الحته الثانيه، فليه الحيطه الحلوه دي باظت عشان نقلت التكييف. ففي حاجات اساسيه بتاخد بالك منها. خد بالك برضو من غطا اللوحه، يعني الاماكن اللي موجوده اللوحه الكهرباء، لو انا اللوحه اساسيه بصواعد مش هقدر انقلها جوه كومباوند او حاجه، اخد مقاسها ومكانها واصورها. طيب طبعا نقطه ان انت تفهم كويس قوي ذوق العميل واحتياجاته واختياراته والماتيريال اللي ما بيحبهاش، الالوان اللي ما وده دايما انا بتبعه، الالوان اللي انت ما بتحبهاش، الماتيريال اللي انت ما بتفضلهاش، الإضاءة اللي أنت ما بترتاح لهاش، لأن الكلام ده كله الراحة ما فيهاش صح وغلط، لكن الدايمنشنز والنسب والديكور وكل فراغ وأحط هنا إيه وما أحطش هنا إيه، ده كله فيه أسس. لكن إن عميلي يقول لي أنا ما برتاحش في ضوء أبيض، برتاح في الضوء أو العكس، ما برتاحش في ضوء ورم، برتاح في أبيض، أجبره أنا على الورم، ما ينفعش. صح تمام؟ فلازم تفهم كويس قوي. لكن هرجع للنقطة دي، لكن انت ممكن تعمله كذا اوبشن عشان الديكور بتاعك يبقى شكله برضو زي الديزاين. يبقى نقطة الفهم الجيد لذوق العميل واحتياجاته لازم تسمع كويس جدا جدا جدا، تمام. في برضو انت بتسمع ذوقه وستايله واحتياجاته ولاقي تصميمات واو جميلة بس ده عايزة يعني تكلفة مش طبيعية، يعني مش يعني يعني مع كامل احترامي طبعا، بس اللي انا اقصده مثلا ممكن الاقي تصميم في بيت مثلا او شقه في مكان متواضع شويه، طيب او مكان مش تكلفته عاليه كبيت كاستثمار يعني. طب هو الديزاين ملايين الملايين عشان تحقق الصوره الجميله دي، هنا حاجه غلط. يبقى انت عملت صوره في الخيال، ما ربطتش الصوره باحتياجات العميل بذوقه بميزانيته بقيمة المكان، قيمة المكان نفسه. دي نقطة مهمة قوي، أنا أدي فاليو للمكان كل ما كان قيمته عالية، تمام. في برضو الميزانية طبعا، أكون دارس جيد للسوق، أكون عارف البدائل. أنت لازم تكون انتيرير ديزاينر، كل ما كنت ناجح كل ما كنت حافظ الماتيريال والبدائل.
تصميم، ان انت تخرج تصميم سليم، نسب سليمة، تقدر تتخيل عشان تحل اي مشكلة بتقابلك. انا ممكن كتير اكون عاملين ديزاين جميل جدا ومتعوب عليه، واحنا بنكسر نتفاجئ بكاميرا هنا ما كناش عاملين حسابنا، طب هنعمل ايه؟ اوظفها ازاي من غير ما ادور التصميم؟ فلازم يكون عندك قدرة على التخيل الجيد علشان تقدر تحل بما لا يتعارض مع التصميم. الخامات لازم تكون عارف البدائل كويس قوي، وان انا اقدر، طب ده مش موجود، طب هعمل ده بنفس الكيفية، بحيث اني انا اكون، انا خلاص عندي تارجت، عندي تارجت وعندي هدف. ايه التارجت بتاعي؟ ان انا احقق الديزاين اللي انا عملته ده بنسبة يعني بيرفكت، ان هو انا نفسي اكون راضي عنها. وده اساس اي حاجة، ان انت شخصيا، يعني انا بشوف بعض الناس يعني، وربنا يعني عافينا، يعني ان انا ايه، ممكن اقنعك اللي هو يبقى العميل واقف وهو واقف يقول له لا طب ده ليه مش شبه ده، يقول له لا هو شبهه بس انت مش واخد بالك، ويدخل في مرحلة جدل. هو انت نفسك مقتنع؟ انت امتى تكون ناجح؟ انت هتكون اكتر واحد سعيد وفرحان وحاسس بنجاحك لما بتكون بتسلم للعميل حاجة هو فعلا 100% زي ما هو توقع، مش انت بتقنعه بحاجة انت نفسك مش مقتنع بيها او عمال تديله اي مبررات او اي اعذار. طيب طبعا لما بتكون طبعا من النقط المهمة جدا بعد ما عملت رفع مقاساتك وخدت من الكلاينت بتاعه كل احلامه وخلاص رسمت ده، قعدت مع نفسك بقى، انت هتعمل له ايه؟ انت هتوظف الاحلام الكتير دي والنيدز الكتيرة دي، ويعني يا رب يكون قايل لك انا عايز احط طيارة في اوضة مكتب. سمعت كل ده، طب عندك بقى، رجعت عندك محددات، ايه المحددات دي؟ مساحة الفراغ، طب الإضاءة الطبيعية لازم أبص عليها، طب ارتفاع السقف، طب أنا هعمل سقف ساقط هنا والعميل نفسه في ده بس إزاي؟ فأنت هنا بقى إيه؟ بقيت قاعد أنت قائد، أنت هنا مدير نفسك، مدير المرحلة دي. سمعت؟ طب نفذ في المحددات اللي مفروضة عليك، اللي هي الميزانية، اللي هي المساحة، اللي هي النيدز بتاعته، اللي هي انت كديزاينر عايز تحقق ان انت تعمل حاجه تبقى مبسوط ان هي اضافت لشغلك وان انت حققتها. تمام؟ ده بالنسبه للجزء ان انت تبدا كمرحله رفع المقاسات والتصميم. وصلنا لان احنا بنعمل الديزاين. طبعا انا هنا حوريكم اكتر من حاجه، اكتر من سامبل لاكتر من موقع بستايلز مختلفه. تمام؟ هنا مثلا ده موقع مثلا، تمام، الموقع ده كان عباره عن شقه، وكان اوريدي يعني هنا كان اوريدي العفش الفرنتشر موجود، فدي بتبقى محدد تاني لو في حاله ان مثلا كلاينت او واحده صاحبه بيت جات لك وعندها الفرنتشر بتاعها، دي حاجة بتحددك. ليه؟ لأن أنت بتعمل الديزاين أكوردنج للعفش ده. فهنا لو أنا بتكلم هنا ده المنظر ده أو الصورة دي، ده الثري دي، وأنا مش من الناس اللي بتميل لأن الديزاين يكون ثري دي مبهر خارج حدود الواقع، لا، أنا بحاول إن هو يكون فعلا يحقق لك الصورة الحقيقية، أو تحس إن هو لا، ده هو ده في الواقع أحلى. يعني أنا ده بيبقى هدفي. طبعا على فكره انا هقول لكم هنا حاجه سريعه في التصميم ده. قابلتني هنا مشكله، تمام، في تاسيس الفريون، ان كان في هنا كاميرا في المكان ده، وده موقع كومباوند من الكومباوندز اللي هو ممنوع ان انت حتى تشيل يعني تلمس اي حاجه خالص ولا تعمل اي حاجه يعني، فاهمني؟ فاحنا عملنا هنا، عملنا تاسيس الفريون هنا، لو انا ببص في الواقع هنا، تاسس هنا الفريون، وعدلت الموضوع ده بان احنا عملنا بروز هنا اكبر من اللي كان في الديزاين. يعني البروز بالجزء ده، الجزء الخشب بالهاند ميد اللي عامل ليه ده، وكان متغطي فيه تاسيس الفريون عشان فيه زي جزء كده للصرف وللفريون على الكاميرا اللي طبعا طبيعي ان احنا ما نجيش جنبها. تمام؟ فدي من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن ان احنا بنقابلها في الموقع، بس بيبقى ايه المحدد الاساسي؟ اللوح الهندسيه بتاعتنا، الديزاين، الكالر باليت، الستايل اللي احنا شغالين بيه، ان احنا نحافظ. تمام؟
هنا انا لو انا عايزه اقول لك على موقع زي ده، تمام، ده الصوره دي تصميم، يعني ده كده ده التصميم، ده تصميم فيلا، اوكي. من ضمن الحاجات، وده الـ ده الـ يعني واحنا شغالين، انا هوريكم طبعا صور التنفيذ، ده كان عمود في وش المدخل. يعني انا هنا في الفيلا دي وسعت المدخل ده لان كان فيه هنا زي حائط كده. دي طبعا انت كديزاينر لازم تكون قادر على اتخاذ القرار، ان انت يعني شايف وعندك قدرة على التخيل، فبالتالي بتقدر تاخد قرار. يعني انا ممكن ان انا في الاول خالص حد يكون متخيل ان انت لما تعمل هنا بارتيشن هيضيق المساحة and so on. لكن انت لو انت عندك قدرة على التخيل وفاهم كويس قوي، متمكن من ادواتك، تاخد قرارك وهتلاقيه يعني تمام، وهتلاقي النتيجة بتاعتك في الآخر صح. ده طبعا بيجي بعد وقت وبعد أكتر من بروجكت وبعد تخيل كتير. فده لو أنا بوريك ده هنا، عايزاك تركز معايا في الكالر باليت، عايزاك تركز معايا في الماتيريالز، في الرخام، في الكلام ده، علشان هنبص دلوقتي. ده برضو ده لقطة من الديزاين، برضو ده كان تصميم كونتمبرري بميكس فرعونك بسيط. وكنت عملت قبل كده، اتكلمت في محاضرة عن مسجد طرز، ان هو المهم فيه ان انت ما تعملش مسجد طرز بنسبة، يعني انت مثلا مش مطلوب ان انت تحس ان انت جوه متحف، مش مطلوب ان انت تحس ان انت جوه مسجد اسلامي. يعني لو بتعمل ميكس، دايما حاول ان الميكس يكون بنسبة 10%، ما تبقاش اكتر من كده، تكون يا اما في تجريدة باترن، يا إما في حاجة بسيطة جدا، يا إما في ماتيريال كانت في العصر ده أو في الحضارة دي بيستخدموا. أنا هنا ده الديزاين. أنا عايزاك بقى هنا يعني تركز الكالر باليت، خلينا برضو في الجزء ده. لو أنا بتكلم على الكالر باليت، على الماربل، الرخام، التفاصيل بتاعت الرخام، يعني وقت اختيار عينات الرخام دي علشان توصل لان انت تحقق حتى الامبرادور اللايت اللي على جولد شويه، علشان الشريط الثلاثة سنتي ده، يعني الموضوع ما هو مش سهل. الماربل الاسود اللي بالتفجيره دي، طب الماربل البيج اللي نختار النوع ده ولا النوع ده ولا النوع ده، طبعا ان احنا نكون عارفين طب عيوب ده، طب عيوب ده، طب عيوب ده، كل التفاصيل. ان انت النتيجه ان انت لما تشوف تصميمك وتشوف انت سلمت ايه، تبقى انت حاسس ان انت راضي عن النتيجة، وان انت اخترت، كنت موفق في اختيار الماتيريالز، موفق في اختيار النسب، المقاسات بتاعة العفش. طبعا كل المشاريع دي بيتصنع لها العفش كاستمايزد. يعني ده فكرة العمود. العمود ده كان يعني كان معمول برضه بطريقة ان هو يكون فكرة تكتيكية شوية، يعني كل الحاجات دي بتتفك، بتتشال موفابل كلها، بحيث ان انت مع الشكل الرخام الماربل اللي في النص. كان يعني انا كنت بحاول احل مشكلة العمود اللي هي هنا دي، اللي هو في وش المدخل، لانه يكون شكل جميل وشكل سنتر بيس وحاجة تكون متميزة ومش متكررة. هنا برضو حتى انا رعيت برضو حتى في الفرنتشر، يعني ده تنفيذ الفرنتشر برضو بالالوان، بالكالر باليت، بالتفاصيل، بكل حاجه، حتى اي يونتس، الاخشاب، الستاير، كل التفاصيل اللي انت شايفها دي. انا يعني بنكون يعني بتاخد طبعا مجهود، وده اللي انا هرجع ليه في الاول، ان مفيش حد هيتعب، هيبذل مجهود وهيكون مركز قوي إلا لو كان حابب شغله وعنده شغف في شغله. لو انت ما بتحبش شغلك ده، نصيحة ما تشوف اي شغل تاني، لأنه هو مرهق يعني. تمام. طبعا حتى تنفيذ الفرنتشر بكل تفاصيله بيبقى ديزاين مكمل للتصميم. يعني طبعا في حاجات انا هجيب لكم برضو بعض التفاصيل، في حاجات ممكن ان انت تلاقي نفسك ممكن تغيرها في الواقع، ممكن تفاصيل معينة انت تلاقي ان هي احلى في الواقع، ممكن تقول لا طب انا ممكن ان انا ده اخليه في المكان ده او كذا، ده وارد جدا.
هي اللي انا بتكلم فيه من الاول، ان انت تكون قادر تحدد البدائل. يعني انا دلوقتي في ماركت معين، واي ماركت في الدنيا كده، انا بعمل ديزاين، طيب اخترت ماتيريالز معينه، طب انا وانا بنفذ مش لاقي نفس الماتيريالز، لازم يكون عندي القدره. والقدره دي هتيجي من ان انت بتلف كتير قوي، بتشوف كتير قوي، وكلمه دايما انا بقولها غذي عينك كتير قوي قوي، تمام؟ لان انت لو انت عملت كده هتقدر، خلاص انا عارف ان انا والله انا ده ما قدرتش ان انا احققه، طب انا هعمل كذا، طب انا هشوف الفرصه البديله في المكان الفلاني، طب ما انا بدل ما اعمل الهاند ميد ده هعمل، هستخدم كلاس، هستخدم ماتيريالز من النوع ده، هستخدم كذا. ده اللي بيبقى طبعا. هي برضو حتى الفرنتشر، يعني احيانا برضو هتلاقي نفسك بتبقى محتاج ان انت تعمل، يعني تكون متأكد، لأن لو اتعمل مثلا، يعني ايه، في ناس ممكن تنزل تشتري عفش جميل جدا وتشوفه في مكان ورائع وتحفة، بعدين تيجي تفرشه في البيت عندها تلاقيه وحش. فهنا اللي انا عايزة اقوله، الغلطة بكارثة. يعني خلاص هو اشترى العفش ده، يا سلام لو هو مثلا غير لون فصنعه مخصوص. ففي حاجات لازم انت تكون، هقول لك بقى حاجة تكون موسوس فيها او اقرب، لان انت بتراجع اكتر من مرة، لان مهما كنت عندك من الخبرة، تمام، او من الفهم الجيد، لان انا لا انا فاهم انا عارف، لا خليك دايما، يعني مع كل مشروع بتعمله خلي عندك نفس الحافز، نفس الهدف، نفس ان انت تكون بتبص بتراجع بتاخد بالك من التفاصيل، علشان توصل لمرحلة ان انت في الاخر تكون انت شخصيا راضي عن مستوى شغلك، وراضي عن شغلك، عن دخلك، عن كل التفاصيل اللي انت مريت بيها، عن الرحلة اللي انت مشيت فيها، تمام؟ نفس الفكرة هنا، لو انا بتكلم برضو عن البروجكت ده، يعني انا بتكلم ان ده ديزاين. انا هنا مثلا كان في مشكلة عندي في حاجة، ان لا مش البروجكت ده، يعني حاجة تانية هقول لكم عليها برضو، كان مشكلة برضو في إنشائية، يعني حاجة بتتعارض مع الديزاين برضو، وهقول لكم حليناها ازاي. انا هنا مثلا ده نفس، انت لو انت بصيت للصورة دي، لو انت بصيت للصورة دي وبعتوا لي، يعني يا ريت لو انت بصيت هنا للتصميم ده، سوري ده التصميم، وهنا ده التنفيذ بالتيبل بالكورنر، حتى البف دي، حتى الجزء بتاع البار، الهاند ميد، الميكس اللي معمول ده، انت مش هتحس ان انت هو ده هو ده، لا. فدي تجميعة لأكتر من ماتيريال، احنا بنبقى متابعين جدا، حتى الارض، حتى الماتيريال، حتى العلاقات مع الخشب، مع التفاصيل. انا لو بصيت برضو هنا مثلا، على فكره انا غيرت هنا حاجه في الواقع، يعني دي كان تصميم تنفيذ فيلا، انا غيرت هنا حاجه في الواقع، تمام، غيرت تقريبا حاجتين وقت الاختيارات. عادي جدا ان احنا رحنا لاختيارات معينه، بس انت في النهايه حاسس ان انت والله لا، الديزاين او الصوره الحلوه اللي كانت عاجبه الناس انا قدرت ان انا احققها بنسبه 90% 95% بكل التفاصيل. ان انت تحقق، يعني انا عايزاك تركز هنا على المعبره الرخام اللي معموله دي، مع المعبره الرخام دي، الاعمده، التفاصيل بتاعه البارتيشن الازاز، وده الازاز ده اسود، يعني الازاز ده اسود، البيت ده معمول مثلا 7 8 سنين، فالإزاز الأسود ده كان يعتبر، يعني حتى وقت التنفيذ كانوا هم نفسهم اللي بينفذوا الإزاز مستغربين، يعني فمن جرأة الإزاز، يعني هو أسود مع كذا. فهو الفكرة في النسب طبعا، حاجة زي دي، تمام، يعني باترن في الأرض زي دي الغلطة فيها كارثية. فأنت علشان تعمل باترن أو ووتر جيت، أنت لازم تكون واخد بالك كويس جدا من اللوحه اللي خارجه، من نسب الباترن اللي مرسومه، تراجعها اكتر من مره. مفيش مانع ان انت تروح الموقع تعمل شابلونه في الارض او فرمه في الارض، واحده واثنين وثلاثه، وتبص انت مع نفسك، يعني انت مع نفسك لغايه ما تحس ان هو ان انت اقرب لده، تبدا تختار الماتيريال، تبدا ان انت تشوف، طب والله الماتيريال دي مع دي تحقق ده ولا لا،
وتكون في الآخر عندك القدرة على اتخاذ القرار وعملت كل ده، خلاص ما تخافش، توكل على الله بقى. يعني في، يعني انت في جزء كده تمام، ان انت بتسعى، بتجتهد، بتذاكر، بتشوف السوق، بتعمل كل السبل الممكنة، خلاص ما تخافش، خد قرارك، خليك جريء، خليك واثق في نفسك، خد الخطوة، توكل على الله، هتلاقي كده ايه الدنيا تمام. لو انا جيت لك هنا اه هنا، يعني هقول لك على حاجة هنا في انت معايا يا باشمهندس؟ الصوت اخباره ايه؟ الصوت اخباره ايه؟ الصوت تمام؟ انا حاسه ان انا بقالي كتير بتكلم. اوكي طيب ماشي اوكي. طيب بصوا كده على التصميم ده، يعني بصوا على التصميم ده كده، التصميم اللي هو اللي على اليمين واللي على الشمال، التنفيذ في حاجات اتغيرت، في حاجات اتغيرت، وفي حاجات واحنا بننفذ لقيناها واكتشفناها وقلنا كذا، وفي حاجات انا ما لقيتهاش وقت التنفيذ، بس المشهد بشكل عام انت قدرت تحقق الديزاين بتاعك. انا لو انا جيت قلت لك مثلا هنا مثلا تمام، كان في الديزاين كان في تخيل ان الكاميرا دي صوتها اكبر من كده، يعني كاميرا هنا تمام، فلما جينا فوق العتبه بتاعت الباب يعني، فبالتالي اتعمل الديزاين ان في الفرق ده، عشان الفرق ده بقيته كاميرا تمام. فلما جينا وقت التنفيذ نكشف المكان ده تمام، لقينا ان هو لا ده ممكن نشيله، فشلنا كل ده، فاتفتحت الفتحه دي، وده كان احسن، وده اللي بقول لك عليه. في قرارات اصلا مش شرط ان انت ترجع، انت طبعا في الاول بتكون واخد بالك ومركز ان انت ترجع للكلاينت في الاول وكذا، لكن بعد فتره من الخبره هتكون قادر تاخد قرارك وتنفذه، وتلاقي ان هو حتى ممكن اصلا صاحب البيت ما يكونش اخد باله من التفصيله اللي انت مركز فيها قوي دي. برضو هنا انا لو انا هكلمك على موقع زي ده، موقع زي ده كان في كومباوند، خد بالك قوي لما انت بتدخل موقع جديد تمام، تاخد بالك من ارتفاع السقف. طيب ارتفاع السقف هنا قبل التشطيب وقبل كل حاجه، لما احنا شفناه ارتفاع هنا كان رهيب جدا، فاوريدي ما كانش ينفع ان انا اعمل سيلينج، سقف ساقط، لان القاعده هتكون خانقه بعد التشطيب، يعني ده كومباوند من الكومباوندات يعني تمام. فاكتفيت ان انا اعمل في المنطقه دي، ده المدخل، ده التصميم بتاعه، بتاع المدخل، فهو باب الشقه في المكان ده، باب الشقه كده يعني، الصوره دي كده في الاتجاه ده انت داخل باب الشقه، الصوره دي من جوه الريسبشن. فانا هنا عملت في بما انه لوبي ما فيهوش قاعده، يعني ما فيهوش، انا مش هفضل قاعد في المكان ده، ده انا بسميه مسار حركه، انت ده لوبي او مكان توزيع او مجرد انتر اكسس للشقه بتدخل يعني تمام. فبالتالي مش مهم لو انا عملت سقف ساقط بس يدي يعني ايه اضاءه، يدي شكل ما، يكمل الشكل يعني تمام. هنا برضو وانا بنفذ من الحاجات اللي بقول لك عليها ان انت تكون جريء عادي جدا، انا هنا وانا بنفذ التصميم ده لقيت ان يعني حسيت ان الباب مع القيمه دي مع الستايل ده حسيت ان هو هيبقى حلو، وفعلا عملته بالشكل ده، وحسيت ان هو مش هيضر الديزاين، بالعكس هيكون هيفيد الديزاين، وقد كان يعني ونفذته كده، رغم ان هو مختلف يعني، بس ما مش اختلاف جوهري او مش حاجه اساسيه تمام. طبعا اي ارضيات، اي فلورنج لازم بتكون راسمها بنفس النسب، نفس المقاسات، وبنفس الدايمنشنز، نفس الماتيريال، موقعها على لوح علشان تقدر تنفذها صح، ومفيش مانع ان انت ترسمها على الارض، تعمل شابلونات، تشوف النسب، تخيلها لو انت لسه في الاول، ما يعني موضوع التخيل ده لسه انت ما كانش احسن حاجه في الاول بالنسبه لك، تعمل كده كل حاجه عادي جدا، ارسمها، بص عليها، خد وقتك، فكر فيها، وبعد كده ابدا ان انت ابدا قطع، لان في ماتيريالز زي ما قلت لكم يعني دي ثالث مره الغلطه فيها بكارثه تمام.
هنا برضو ده كان لاندسكيب فيلا، تمام. عملنا هنا حمام سباحة ونفس الفكرة. الجنينة على فكرة مش كبيرة قوي، تمام. ولما اتعمل الديزاين، أهم حاجة اللي أنا بقولها لكم تاخد بالك من النسب. في صحيح حاجة مهمة قوي مكملة للنسب في الـ 3D Max، بشوف الساعات بتعمل حاجة اسمها تهريب للقطة الكاميرا، تعمل الديزاين تروح عاملة زوم اوت، اللقطة تبقى جميلة جدا ومبهرة، وإيه الحلاوة دي وإيه التصميم الرائع ده. طب تعالى نفذه بقى، يعني فاهم، تلاقي حاجة تانية خالص. فالموضوع ده أنا ببقى مركزة فيه جدا مع كل التيم اللي شغال معايا. أنا يعني مش بنبسط إن اللقطة تبقى، مش عايزة لقطة التصميم أو خيال تطلع أحلى من الحقيقة. يعني هنستفيد إيه؟ يعني أنت مش مطلوب منك إن أنت تبهر العميل، ابهره بتصميمك الحقيقي اللي أنت هتقدر تنفذه، ابهره بيه، لكن ما تبهروش بحاجة مش واقعية، تبهروش بحاجة ما تتحققش. ما تعملش زوم أوت في اسمها تهريب للقطة، فتكبر جدا المساحة، فتيجي تنفذ يقول لك هو طب ليه هنا كذا؟ دي مهمة، تمام؟ بصوا كده برضو معايا، لو انا بتكلم في حاجات هنا اتغيرت على الديزاين، لكن انا بكلمك النسب بشكل عام، تمام؟ هتحس ان هي مفيش اي تغيير في النسب. هنا مثلا ده ستايلش شيزلونج نفسه، يعني واحنا بننفذ، لو انت واخد بالك من الفرق، احنا عملنا هنا حاجه لذيذه، حفرنا هنا، نزلنا هنا بمنسوب بحيث ان الشيزلونجز دي تبقى في الميه بس بليفل مختلف عن ليفل البول. دي كانت فوق ارض، كانت ارض مصبوبه عاديه. ففي وده كده وقت التنفيذ، لو تاخد بالك الليفل نفسه اللي تنفذ عليه هنا غير هنا، طبعا غير هنا، تمام. اللي انا عايزه اقوله لكم ان احنا نكون كين قوي. يعني انا بقول كلمه النسب دي، لو انا رجعت كده هتلاقوني قلتها كتير جدا، لان هي فعلا القاعده الاساسيه. يعني انا جايبه لكم ابسط حاجه، دي اوضه نوم. انا بجيب لكم المثل ده ليه؟ لان انت بصيت هنا وبصيت هنا هتحس نفس الكالر باليت، نفس النسب، نفس المساحه، الزاويه بتاعه التصميم هنا ما هيش انا مطه التصميم او تهريب للقطه، فبالتالي الواقع مختلف، فبالتالي النسب مختلفه. لا خالص، هتحس طبيعي ان احنا ممكن يحصل تغييرات في الواقع، طبيعي ان احنا ممكن نفس الفكره قابلتنا هناك، كاميرا هنا، فبالتالي ما قدرناش نركب. يعني الكومباوند ده كان صعب جدا جدا، وكان لازم يركب في المكان ده، كان اكتر من حاجه. فانت لازم تكون واخد بالك جدا من التفاصيل دي. على فكره في الديزاين كان في الجزء ده، والجزء ده اتلغى على الواقع، ونفس الوقت ما حسيتش ان انت عملت الديزاين وسلمت حاجه تانية. هو بس هنا كان ده لسه مش متقفل مظبوط. ده مشروع كوميرشال كان فيه، تمام. المشروع ده كان برضو، انا جايبه الامثله دي كلها ليه؟ علشان لما انتوا تبصوا عليها انت هتحس ان انت، انا بركز قوي على النقطه دي، على نقطتين، ركز على الاسم والكالر باليت والميز، يعني 3 نقط، اوكي؟ نسب، كالر باليت، ماتيريال. انت هتحس ان انت النسبة بتاعت صورة ال 3D هي نفس الواقع. خلي بالك يعني اللقطة دي قريبة، اوكي، يعني من هنا مثلا عند الحمام مثلا اللقطة دي، لكن اللقطة دي من بعيد شوية، لكن بشكل عام الماتيريالز هتلاقي الماتيريال واحدة. يعني انا هنا فكرت في اكتر من اوبشن لماتيريال، يعني عادي انا عندي كذا او كذا او كذا، لاني انا في ماركت، الماركت ده ممكن يفرض عليا ان انا الماتيريال اللي انا عاملاه في الديزاين، خصوصا لو مشروع كبير او حاجه كوميرشال او حاجه انت متعاقد مثلا مع براند نيم معين، فلازم البراند ده محدد لك ماتيريالز معينه او كالر باليت معينه، فانت عندك محددات. ممكن تحاول ان انت ايه، ان انت تعمل ايه، تشوف بدائل بس في الفريم، في المحددات اللي هم عاملينها. فدي نفس الفكرة، دي كانت يعني شرح كده، أو يعني أماكن في مصر، بعض الأماكن الأثرية في مصر معمولة في السقف شرح ليها يعني أو كذا، تمام. والماتيريالز، الفرش، كل حاجة
احسن حاجه ان انت تكون بتعمل المشروع وحقيقي، وبتكون بتسلمه بالفرنتشر بتاعه، بالاكسسوار، بكل حاجه، لان انت هتكون بتكنترول كل حاجه، فبالتالي انت المايسترو، يعني انت اللي بتقدر، انت القائد، انت اللي بتحرك كل حاجه، فبالتالي النتيجه بقى يعني ايه، لازم تكون طالما يعني الوسائل كانت بالنسبه لك متاحه، ها يبقى انت النتيجه لازم تكون محققها بالقدر اللي انت ترضى عنه. يعني انا دايما بقول كده، انا اهم حاجه ان انا شخصيا من جوايا اكون حاسه ان انا راضيه وانا بسلم الكلاينت. فلو النيه دي حقيقيه موجوده حقيقي جواك، هتلاقي العميل بتاعك مبسوط وبيابريشيت جدا مجهودك، لان احساسك ده هيكون واصل له ان انت عايز تعمل له اللي انت وعدته بيه. تمام. طبعا نقطه الماتيريال دي بتبقى اكتر نقطه محيره، اكتر نقطه مرهقه، اكتر مرحله متعبه، ان انت تقعد تسلكت ماتيريال، لان انت في المرحله دي انت صانع قرار. انت انا بكلمك على الانتيريور ديزاينر، يعني الانتيريور ديزاينر اللي بيعمل تصميم عايز ينجحه وعايز يصممه، مش اللي بيشطب. في فرق كبير بين الاثنين. اللي بيشطب مع كامل احترامي، بس انا اقصد ايه، معرفش وجهة نظري واصلة. لو حد بيعمل بروجكت عشان يشطبه وعشان يسلم والعميل ويخلص، اختار، ماليش دعوة، هو اختار. ايه رأيك في ده ولا ده؟ قال له ده مع انه هيطلع وحش، بس يلا اوكي، يلا خلص، مش عارف ده ولا ده. انا بكلمك في ان انت عايز تكون انتيرير ديزاينر متميز، فانت بالعكس، ده انت لو العميل اختار حاجة هتبوظ شغلك، مش هتكون مناسبة. انت واجب عليك تقنعه، واجب عليك تقول له لا، واجب عليك تقول له انا شايف كذا، لا انا مقتنع بكذا. والحتة دي انت هنا برضو بترجع لنقطة ان انت بتكون صانع قرار بناء على خبرة وفهم جيد للسوق والخامات والنسب، ولان انت خلاص انت عندك قدرة ان انت تقول له ده، وانا عارف ان ده هيطلع تمام. فمرحلة اختيار الخامات ده، دي من مراحل صعبة فعلا، انت تقدر تسلكت وتحدد وتلاقي. طبعا الماتيريالز دلوقتي متنوعه بشكل رهيب جدا. انا بس عايزه اقول حاجه، يعني يا رب كده لو واحد بس خدها استماعها هكون مبسوطه جدا، وانا اثرت في واحد. يعني ايه، لو جالك عميل ميزانيته مش كبيره، تمام، بلاش تعمل زي مصر كلها، مش مصر كلها، زي 100,000 بيت بشوفه على النت، بلاش تعمل مكتبة التلفزيون اللي فيها بدير رخام وجنبين ستريبات بدائل خشب، بلاش. انت لو انت عملت له بيته كرنيش سامبل جدا والوان راقية مع عفش بسيط مع خامة أرضية، حتى لو سيراميك سادة وسامبل، مع حمام سادة خالص من غير ما تعمل أي تفاصيل، وتوفر له هنا وهنا وهنا وهنا، البيت هيطلع أشيك مليون مرة من الماتيريالز. أنا يعني ما أعرفش، بشوفها غريبة بصراحة، يعني ما نعملهاش، ما نعملهاش رأيي طبعا. تمام. طبعا من الحاجات اللي أنا برضو يعني لما كنت بكلمكم عن النسب، وكلمتكم عن ان انت تكون قادر تذاكر السوق وتذاكر الخامات وتفهم الخامه دي بتركب ازاي، ما تتكسفش ان انت تسال، طب والله الخامه دي بدلها ايه، طب الخامه دي لو ركبتها كذا هتبوظ. خلي بالك، يعني انت ابسط حاجه، ابسط معلومه، ساعات مثلا لو مرايه اتلزقت على حيطه دايركت، المرايه دي هتبوظ بعد فتره. أنا لازم أكون فاهم إن المراية دي عشان أعملها محتاجة حاجة اسمها علفة، حاجة خشب عازل بينها وبين الحيطة عشان تفضل سنين وسنين، ما تبقعش، ما تبصش. فأنت لازم تسأل، لازم تذاكر السوق، لازم تذاكر الخامات، لازم تبقى فاهم كويس قوي كل حاجة عشان تقدر تقرر، وعشان تقدر تقود الموقف وتكون المايسترو بتاع الرحلة كلها، تكون انت القائد وانت المايسترو
وانت المتولي المسؤولية عشان النتيجة ان شاء الله تطلع في الاخر تبقى انت راضي عنها. من ضمن النقط المهمة نقط الكالر باليت، يعني ان انت ما تبصش على الوان، يعني خليني اقولها لك ازاي. خلي بالك وانا جايه من موقع النهارده من 6 اكتوبر، فمش مرتبه كلام خالص يعني. خليني اقولها لكم ازاي. اي فراغ، اي فراغ اوضه، يعني لو انا بتكلم على الليفينج روم اللي قدامك دي، الليفينج روم دي تمام، خليني اقول لك كده، الليفينج روم دي تمام، الليفينج روم دي عباره عن ايه؟ عباره عن كالر باليت، هي شويه عناصر في الفراغ تمام، عناصر موجوده جوه الفراغ وكالر باليت. الكالر باليت دي كل حاجه في الفراغ، يعني الستاره، الارضيه، الوزره، الحيطه، الكوشن، الترابيزه، حتى الاكسسوار اللي بيتحط في كورنر ده من عناصر من الكالر باليت اللي في الفراغ. فانت لما تيجي توزع الوانك، طبعا ده موضوع كبير قوي ممكن نبقى يعني نقوله لوحده يعني، لكن انا بتكلم لما تيجي توزع الوانك، ها انت ممكن تعمل الوان مثلا الوان محايده كلها، كافيهات، جراي، حاجه ترابيه، حاجه سامبل مع ارضيه، خشب مع كذا، وتدخل لون في قطعه اكسسوار، ده من ضمن الكالر باليت بتاعك. انت عارف ان انت هتوزع اللون الاحمر في الفراغ ده، انا محتاجه عشان الفراغ ما يبقاش ممل او ما يبقاش كئيب، انا محتاجه ادخل اللون ده بالنسبه دي ادخلها في اكسسوار. فمن ضمن الكالر باليت بتاعتك قطعه الاكسسوار دي، الشمعه اللي محطوطه بالنحاس اللي عليها، ده من ضمن الكالر باليت بتاعتك. فانت لازم تترجم الفراغ كله، عينك دي تكون بتقرا كل حاجه في الفراغ. يعني انت لو انت بصيت لينا هتلاقي الكالر باليت بتاعت الالوان دي تمام متوزعه تمام. والمثالين دول خلي بالك اسهل حاجه واسرع حاجه ممكن تعملها ان انت تخلي الفراغ نفسه كحوائط وارضيات ساده، ترابيه، حاجه محايده، لون رمادي، لون خشبي، لون كذا، وتوزع بنسب مش كبيره الالوان الناريه او الوان الطبيعه، الوان ازرق، اخضر، وهكذا. فموضوع الكالرز والألوان دي موضوع متميز جدا بصراحة، يعني موضوع مهم، موضوع مهم إن احنا نبقى مركزين فيه. وفي حاجة هنا برضو هقولها لكم كده أخيرة، يعني جمع كل الماتيريالز اللي أنت بتشتغل فيها في المشروع. يعني إيه؟ يعني الخشب اللي في الأرض، القماشة اللي هتعمل بيها الأنتريه او الكورنر او الشيزلونج او ايا إن كان انت هتشتغل في ايه، الصالون او ايا كان البيسز، الفرنتشر بيسز اللي انت بتعملها، هتجمع الاقمشه الفابريكس كلها معاك، هتجمع الماتيريالز اللي في الارض هتحطهم قدامك. يعني انا بترجم لك، يعني لو انت بتعمل في الاول مود بورد حاجه في مرحله الديزاين في الاول، انا بقول لك اعمل ده فعليا، اعمل ده فعليا، حط افرش كده الماتيريالز قدامك واقعد بص لها، بص لها اكتر من مره وركز فيها، هتقدر وتتخيل وتبص للفراغ وتفتح الديزاين وتشوف طب ده هيترجم هنا، طب الخامه دي ايه، طب الخامه دي ايه، طب الخامه دي ايه. لو انت اشتغلت، يعني اخيرا بقى هقول لكم كام حاجه كده، لو انت اشتغلت يعني بحب وشغف وبضمير ان انت بتعمل حاجه لحد هو واثق فيك، يعني اكيد الكلاينت ده اختارك عن ثقه، اختارك ان هو جالك عنده ثقه فيك وقال ان انت هتحقق له اللي هو بيتمناه. فلو انت اشتغلت بنيه ان انت كل ده انت عايز تنجح وبتسعى وبتتعب وبتبذل مجهود، ربنا اكيد حي تصل لك الأمور كلها يعني، وهتلاقي النتيجة جميلة. وآخر حاجة كمان، مفيش حد، أنا بشوف دايماً لما ببص لأي حد ناجح أو من زمان، حتى لما كان حد أبص أشوف الدنيا ولغاية النهاردة، مفيش حد ناجح وبيحافظ على النجاح غير لما بيبص
على نفسه، على شغله، على كل مشروع خلصه بيتعلم منه وبينقده وبينقد نفسه وبيبقى عايز يعمل الأحسن. طول ما أنت حاسس بكده بعد 100 سنة في شغلك أنت هتفضل محافظ على نجاحك، بالعكس هتتطور وهتتقدم. لو حسيت في لحظة إن أنت فظيع وأنت كذا وأنت كذا، مش هتعمل شغل كويس. معايا باشمهندس؟ معايا؟ يعني أتمنى إن أنا أكون أفدتكم، وأتمنى إن أنا أكون يعني بسطت كام معلومة ليكم، وإن هي تكون معلومات بالنسبة لأي حد لسه بيبدأ في مجال الانتيريور ديزاين، يكون فاهم. أنا عايزة أقول لكم برضو حاجة للشباب بقى الصغير بقى، أقول لكم حاجة بس ادوني كده، أنا مش عارفة، أنا لو بس مهندس يوسف يرد عليا، حد يرد عليا، هقول لكم حاجة بس سريعة كده هختم بيها. أنا قلتها في الأول بس أنا يمكن هأكد عليها، لأن أنا لما بشوف فريش جرادوت وبعمل معاهم انترفيوهات وبقابلهم وكذا، أنا نفسي يعني أنا مقدرة جدا الظروف اللي الجيل ده فيها، وإن هم شايفين بعض الأمثلة اللي بتنجح بشكل بسيط أو بشكل سريع وفي ثانية، بس أنا مش بسمي ده نجاح. يعني أنا بشوف أمثلة التيك توك وي 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 وناس في ثانية، لو إحنا بنقيس إن النجاح فلوس فناس في ثانية عملت ملايين، أنا مش بشوف إن ده نجاح. وعمر الناس دي اللي بتهين نفسها دي، او اللي بتطلع تعمل كده وبتركب عربيات واو بملايين الملايين، من جواه هيفضل حاسس ان هو مش ناجح. انت لو اشتغلت، خدها مني والله، اشتغلت تعبت وبذلت مجهود ودرست وبصيت على الناجحين وعلى الامثله، خد لك مثل اعلى واحد واثنين وثلاثه وعشره، ووصلت لده، ها يكفي ان انت تكون من جواك حاسس ان انت ناجح. في ناس تبذل مجهود في اتجاهات او مش مجهود، بتبقى عامله وي 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 بس من جواها نفسها بس تدفع ملايين في الاحساس ده. فانت ان انت تنجح في شغلك وتحقق نجاح وتحقق وتقول تحس انا تعبت ونجحت وعمل، لا انت نفسك هتحس بالاحساس ده، إحساس عمر الناس اللي بيهينوا نفسهم وبيطلعوا في ثانية على تيك توك ويعملوا أي حاجة عشان شوية فلوس، عمر الناس دي ما هتحسه نهائي نهائي. ما أعرفش، بس حبيت أقول لكم كده، يعني أتمنى أكون أفدتك وأفدتكم، وأتمنى إنها تكون محاضرة مفيدة. وتحياتي وشكرا للاستوديو سيرتيف، شكرا، ميرسي، باي باي، شكرا.